دونسي فيسيان غرانيرو وبهام كوندي في بلاغاري. كان عدد الإسبان في العالم يصل إلى 890، لأن العرائش تلك الفترة لا يسكنها المسلمين، يسكنها النصارى. لا وجود لمسلم في مدينة العرائش عند احتلال الإسبانيين 1910-1920. أغلبهم جنود، وذلك خلال النصف التالي أو خلال النصف التالي من سنة 1930. الحاكم غرانيرو يتتبع تحرك المراد العياشي من خلال تقارير التأثير. أول تقرير وصله المخبر بأن العياشي يقتنم شيئا فشيئا من العلم، وبأنه يحكم كل الأراضي الأرضية، ويتنفر على جيش مشاته 10,000 والسلام من الفرسان. كما كانت تسير مجموعة مسلحة بالقنطار على أصوات عالية، أما العيش فأصبح يقيم في قصيرة، والرجال يتحركون داخل المنطقة، إلا أن الخطر الذي كان يحكم الإسبان هو الخروج للبحث عن الحق. وهو أمر بات يؤرقه الحاكم الذي لم يجد له حل إلا من مغامرات كما يقول بها من حين لآخر. رغم أن ذلك قدس المغاربة له، ولهذا الغرب قرر المجلس الحربي، يعني المجلس الحربي كان يرأس ولي إسبانيا فيليبي الثالث، فالمجلس الحربي المعقد يوم 3 أكتوبر 1930 أرسل 10,000 كادوس إلى الإسبان بالعراق لتقضية مشارف النصارى شراء الفحم والحطب وترميم القصور وتقويتها. كما يسجل صاحب الكتاب أن طيلة شهر أكتوبر تتعرض العلائش لضغوطات الغارة الهجومية المتكررة للعياشي، إلى حدود أن أرسل العياشي يوم 25 أكتوبر إلى الإسبان مهلة 10 أيام. يوم 25 أكتوبر إلى الإسبان مهلة 10 أيام كهدنة من الهول البحث عن الحقب، فقبلها الحاكم دون أن يشعر العياشي بالحاجة الماسة والمستعدة التي يجر عليها المحمية إلى الحقب، وعلى سبب وعلى أساس خروج رجاله للنزهة فقط. الفترة ذاتها استغل المستوطنون الإسبان بما فيه الكفاية للخروج 10 مرات إلى الأماكن القريبة من المدينة، حيث تم اصطياد الخنازير البرية واحتطاب الحقب، واستغلال تلك الخرجات في نفس الوقت للتحقق من أعداد المغاربة التابعين للعياشي ووضعيتهم يقومون بدوليتهم في تلك الأماكن. المرابط العياشي لم يكن يتوقع عدم إطلاق الأسرى المغاربة من طريق حاكم الإسباني الذي العلاج، الأمر الذي كان وراءه إجراء تمثل في مراسلة العياشي للدوقي حاكم المدينة سيدونيا في شأن ذلك. وقد خبر العياشي عن حسن نيته بإشارة منه أن أطلق سراح فرانسيسكاني المسمى أنطونيوس دي كاسا الذي أسير في معركة البحرية، الذي كان أسيرا لديه في مواسم إبسلال أسرى المغاربة والذي استقرت مفاوضات في ابتدائه السلف ريال مدريد. أن هذا المسلمين ديالو هذا الفرنسيسكان كان كما هو دور تجسس، يعني في الأصل هو يتجسس عن عملية العياشي. أقول هذا لعب دور آخر يضيف صاحب الكتاب العلمي، بحيث قام بإخبار حاكم المحمية بما ينوي العياشي القيام به، حيث كان قد تعلم اللغة العربية حين كان مقصورا لدى المغاربة. وصول المسلمين إلى صور المدينة والطوائف لمعرفة مقر التحفظ، العياشي يخطط بكل اهتمام بالهجوم في أي وقت مكان ومن أي في أي وقت ما ومن أي وقت كان، حيث كان حيث قام بتجميع عدد من المدافع القصر الكبير أحدها من غيار الثقيل. وعند حلول فصل الشتاء العياشي ورجاله يغيرون وجهتهم نحو سلا، حينها قام حاكم الاحتلال غرانيرو يحس بنوع من الارتياح من الجهالة التي كان يسببها له العياشي. ويذكر صاحب كتاب العلاج أيضا أنه في يوم 7 فبراير 1930 خرج مجموعة من الإسبان تحت قيادة القبطان دون دييغو لويس دي كورميناس في مهمة جمع الحطب بدون انتباه، لأنه فصل الشتاء وأن المرابط العياشي لا يقوم فيه بعمليته الهجومية بناء على المعلومة المتوفرة وأنه لا يكون نهائي لا في الربيع، كما أكد ذلك أيضا من حلول
الذي كان قد سقط في يد عياش وهو في غابة العلاش متربص، حيث كان يعمل بالحوت كجاسوس الإسباني. فأراد العياش معاقبته فالتمس عذرا منه ليوقع إسبان العلاش في الكلمة. فدخل العلاش وأخبر الإسبان بالخروج إلى أحياء المدينة من الأعداء، الشيء الذي شجع الإسبان كذلك على الخروج ليوقعه في قبضة العياش. والذي قضى عليهم قضاء مرارا ما بين قتيل وجريح وأسير مدة ساعة. وقد تضرر الأنباء حول عدد الضحايا، ولكن الصحيح من صاحب الكتاب هو 400 نفس بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قنطان الذي مات في جوحين فيما بعد، ومن بينهم أيضا قنطان وفارس بدل. أما نتائج الكمين فكانت كارثية، هي تسمى وقعة الغابة لدى المصادر المغربية، وقعة الغابة أو وقعة الكمين تحدثت عنها 4 أو أكثر من 4 4 التي تحدث عنها وهي أشهر معركة أو أشهر غزوة أو عملية قام بها المجاهد العياشي. إذا هذه المعركة ستحدث ردود فعل كثيرة لدى الإسبان، حيث اجتمع المجلس الحربي أكثر من 3 أو 4 داخل أسبوع أو أسبوعين ليدرس الدعم اللوجستي للمستوطنين الإسبان في مدينة العلاش. إذا السيد المسلم الدوائي يوزنني بالوقت كما هي العادة في جميع النجوات، أن المدخلة فهي شيئا ما طويلة نسبيا، ولكن سأحاول أن ألخص أن عملية العياش من خلال كتاب الطيف شادي سجل 4 لأعمال المجاهد العياشي. الأولى كانت سنة 1933 قتلت 500 من الإسبان. صاحب كتاب العياشي جعل الغزوة هذه الغزوة الثانية، أي غزوة غلب العياشي والكمين، وحدد ذات نصف فبراير 1937، وذكر أن أعمال قتله الأسرى في 1937. الغزوة الثانية كانت في تاريخ مارس 1931، خسائر من الجانب الإسباني 1200 قتيل حسب المصدر المغربي. صاحب العلائش لم يشر إلى هذه المعركة، ولكن أشار إلى حصار كان أوقعه الإسبان أوقعه المجاهد العياشي على مدينة العلائش. الرابعة لم يذكر لها تاريخ. الثالثة كانت 17 يوليو 1939، لم يذكر الخسائر لما تحدث صاحب كتاب العلائش سوى عن إشاعات في 10 يوليو تفيد عن عزم العياشي ومجاهد العلائش وحدث استقطاب من طرف إسبان. الرابعة لم يذكر لها تاريخ، التي استنبطها عن قصيدة مدلتي الأكبر، وهو محمد بن أحمد المدلتي التي كان أرسلها للعياشي مادحا إياه بها، ومنها تغر العرائش ضاحك مستبشر جدال عن هدي الوقائع مخبر غاب الرماح تشابكت أقصارها روض المنايا بالجماج مثمر ومن مجمع البحرين هذا أحمر ومن الحليب البهيج هذا أخضر أمواجها الأبطال تبعث كلمه فالريح منه ممسك ومعمر واستنزل الرحمن لقيصر أنه عصفت به وبنيه الريح ريح صرصر فلعله يعفو ويصفح عنه وعساه يلقي منهم من يخبر ما صار نحوهم بجمع سلائم إلا وجمعهم الصحيح مكسر راهم تفاؤل باسمه وبعيشه فبدا لهم ضد المراد فأدبروا أضحوا حسيدا بالعراء فرائسا أكفانهم ذاك العجاج الأكبر الطير من قدام أولم فيهم والديب يحمده والصنيع ويشكر. إذا هذه معركة الأحياء للمصادر المغربية ما حاولت تشير عليها تفاصيل، ولكن كتاب العلائش فصل فيها وأعطانا حول ما أمكن يعطينا مثل ديالا والأسباب ديالا والمثل ديالا، ولكن بالنسبة للمغاربة هذا مصدر ديال القصيدة التي يبين لنا المعركة كيف كانت، يعني
يعني كانت أكلها كانت لكن صاحب الجمعية لا يفصل في هذا الأمر. إذن هذه الغزوة على الشهيد لم يكن في النزهة ولا العياش، يعني العياش أفضل العياش إلا العياش، ولم نلتقي هذه الغزوة تاريخا. فصاحب الجمعية أعطانا تاريخ لهذه الغزوة وهي ليلة 24/25/1625. الغزوة هذه أشار إلى صاحب الكتاب على إيش أنها كانت هجوم العياش على السفن الإسبانية في المهد هي العليا له محددا لها تاريخ وهي 23/25/1525 والتي قابل هذه الإسبان بهجوم ومجد استرداد السفينة. فتعتبر هذه المعركة هي الأولى زمنيا وقد سبقها في الغزوة أحداث أشار إلى صاحب الكتاب على إيش كما ذكرنا كانت الأسباب المباشرة لمواجهة العائش ومحاولة تحريرها. أقول قولي هذا السفن المعركة. Thank you.